وزي ما كنا بنتكلم مع حضراتكم في بداية الحلقة عن اليوم العالمي للكتاب وأهمية دور القراية في حياتنا، خلونا بقى نتعرف أكتر ليه العالم بيحتفل بهذا اليوم كيوم عالمي للكتاب. في اليوم 23 من كل عام تقام احتفالات في أكثر من 100 دولة حول العالم تبرز القوة السحرية للكتب بوصفها حلقة وصل بين الماضي والمستقبل وجسراً يربط بين الأجيال ويعبر عن الثقافات. وفي هذه المناسبة تقوم اليونسكو ومنظمات دولية تمثل القطاعات الثلاث المعنية بصناعة الكتب إضافة إلى الناشرين وباعة الكتب والمكتبات باختيار مدينة كعاصمة عالمية للكتاب كي تحافظ من خلال ما تتخذه من مبادرات على الزخم الذي تنطوي عليه الاحتفالات بهذا اليوم حتى 23 من إبريل العام المقبل. واليوم أصبح اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف منبراً يجمع الملايين من الناس في جميع أركان العالم، وذلك بفضل المشاركة النشطة لجميع الأطراف المعنية، الناشرون والمعلمون وأمناء المكتبات والمؤسسات العامة والخاصة والمنظمات غير الحكومية الإنسانية ووسائل الإعلام، وكل من يتحفز للعمل الجماعي في هذا الاحتفال العالمي بالكتب والمؤلفين.